le matin صحراء مغربيه. خرجتي ديغنييغمون ميني البوم, تكلمي لنا شويه عليه ولا الفيديو كليب ديالك؟ خرجت ميني البوم جديد سميتها isolated, فيها 5 ديال الاغاني, واحد من الاغاني سميتها lies, و سجلته في مراكش, ودرت فيديو كليب مع رابر امريكان رابر تي وين, ودرناها في مراكش حيت الاغنيه فيها بحال الارب فايب شويه, سو بغيت ندخل شويه ديال الارب في الفيديو كليب. بما انك تكلمتي على الديو اللي درتي مع سميتو, عرفت بانه الزوج ديال اختك, واش اختاريتي انك ديري معاه الديو حيت من لا فامي ولا كيعجبوك لي شونسون ديالو ولا؟ So انا كنت كنخدم معاه قبل مي جوجو, ولكن هو رابر, انا كيعجبني كاع الاغاني ديالو, و رابر زوين وظريف, و كيفاش كيدير الراب حتى انا كيعجبني, يو نو لايك من لايك الراب قديم, سو داكشي علاش درت الاغنية معاه. سمعت انا كتفكري ديري اغاني باللهجه المغربيه, بعد اصلا متعوده انك تهضري شويه بالمغربيه, غتقدري تغني مغربي؟ كنحاول, ديجا درت واحد الاغنيه بالدارجه سميتها حنيني لبلادي, و كانت صعيبه شويه حيت الكلمات كيجوني صعيب باش نغني, ولكن دابا حيت وليت تحسن في العربيه ديالي ان شاء الله نقدر ندير شي اغنيه وتطلع احسن من الله. شكون اللي كتسمعي ليه في الفنانين المغاربه واللي كيعجبك من القدم ولا الجداد؟ كيعجبني بزاف ديال, انا كيعجبني لايك ستيل المغاربه حيت كلشي ديفرنت, وعنده صوت ماشي كلشي عنده صوت بحال سو كيعجبني نسمع كلشي. الاغاني القدام كنسمعهم مع ماما وبابا ملي كنكونوا في الطوموبيل, وحتى دابا مازال كنسمع الراديو ديال المغرب. وفقت في الليل نشوف اش كاين, لقيت حمدا بين الجماعين فرحات انا أتي الحبيب غادي تكاسي وطاري ناسي. ومن الفنانين المغاربه شكون اللي تبغي ديري معاه ديو؟ بحال اللي قلت لك كنسمع بزاف ديال الارتيست المغاربه, مازال ما عارفاش حيت مازال انا كيعجبني نكون في لايك ستوديو نسمع شي اغنيه, ان لايك اذا شي حد كان تما انا لايك نبدا في شي اغنيه لايك تما فين كنبدا, ما نقدر لك نختار نقول شي واحد, ولكن كيعجبني ذا فايب في الاستوديو تكون لك هي هذيك باش الاغنيه تطلع مزيان. بزاف الناس كيقولوا كيفاش زينه انها زينه كت يعني بدات من امريكان ولكن رجعتي للمغرب باش ديري وتعرفي بالموسيقى ديالك بالغناء ديالك, علاش درتي هذا الاختيار وما اختاريتيش ان يعني في امريكان سهل انك توصلي للعالميه وتحققي هذيك الشهره, اللي علاش بغيتي تبداي من المغرب؟ انا بديت في المغرب حيت ماشي حتى بديت في المغرب, ولكن حيت كنجي كل صيف, في الصيف كنجي باش الى نجي من كل مع العائله, داكشي قلت ندير ميوزيك حتى هو, وبابا وماما مغاربه والمغرب في دمي, سو ضروري خصني نجي المغرب ونفتخر بالمغرب ان like just increase my fans في المغرب, you know, ولكن انا I'm already starting في امريكان والناس تما كيعرفوني, so انا like I'm very thankful لي نقدر نجي لجوج دولات و نحس بحالهم. قداش نفعاتك الشهره ديال باباك في انك تحقي شهره انت في المغرب وانك تعرفي بالفن ديالك, نفعاتك الشهره ديال باباك؟ انا ما كيعجبنيش نستعمل الفن ديال بابا اصلا, تما في امريكان كيعرفوني كزينة, ما كيعرفوش الكنيه ديالي, حتى بحال الا سمعوا بحال الناس في ذا ميوزيك اندستري ما كيعرفوش الكنيه, سو انا بحال طلعت تما بلا الكنيه, سو حتى هنا ما كيعجبنيش نستعمل الكنيه. بابا كيحاول هو دائما كيبقى بعيد, هو لايك كيسمع الاغاني ديالي كيعجبو سورتو هاد الاخر الاي بي ديالي حمقاتي وهذيك الاغنيه لايز دائما كيسمع ليها, ولكن بحال هو كيبقى بعيد وانا بغيتو يبقى بعيد حيت انا بغيت ندير شي حاجه لي انا نوصل ليها راسي, ما بغيتش شي حد بحال يديني بسميتو ولا شي حاجه بحال هكا. On a magical carpet, enjoying the beauty of the sunset, landing on a sand dune for a safari.